فأشارت إلي. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كيف نكلمه وهو صبي صغير لم يبلغ العمر الذي يتكلم فيه ويكلم ويخاطب ويرد الخطاب، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. فكانت هذه الكلمات التي قالها عيسى عليه السلام فيها من الفوائد أنهم عرفوا أن هذا الطفل ليس كعامة الأطفال، وإنما وراءه ما وراءه من الآيات. ومن فوائد هذه الكلمات أنها تبين عظمة الله وقدرة الله، أنه قادر على أن ينطق الغلام وهو صغير. وفي هذه الكلمات من الفوائد براءة أمه وهي مريم عليها السلام، ومن الفوائد الرد على اليهود الذين طعنوا فيه وطعنوا في أمه وانتقصوا من قدره. ومن فوائد هذه الكلمات أن فيها رد على النصارى الذين غلوا فيه فرفعوه من درجة العبد إلى درجة الألوهية التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، أو إلى منزلة الألوهية التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال إني عبد الله، عبد الله إذن أنا لست برب، وهذا رد على الذين غلوا فيه. آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فهذا رد على الذين يطعنون في نبوته ويطعنون في أمه، وكلام هذا يدل على أنه لم يكن كعامة الناس، وإنما هو آية من آيات الله وكرامة لمريم، وكلامه معجزة. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وهذه التي نقف معها إن شاء الله تعالى. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وفيه أهمية الصلاة وأهمية الزكاة، وأن الصلاة لم تكن مشروعة لهذه الأمة فحسب، وإنما للأمم السابقة أيضا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. وقبله إبراهيم عليه السلام قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وبعده قال الله تعالى عن عيسى عن موسى عليه السلام في سورة طه، والآيات السابقة من سورة إبراهيم وقبلها من سورة مريم، قال تعالى في سورة طه يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة قديمة، مشروعية الصلاة قديمة، الناس بيصلوا. وزكريا عليه السلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. عشان كذا دي من أهم الصفات بعد التوحيد الصلاة. قد أفلح المؤمنون طوال الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويذكر مجموعة من الصفات. واختم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ويتكلم عن الإنسان إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون
ويذكر مجموعة من الصفات ويختمها والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فالصلاة مهمة جدا، الصلاة دي نقطة. وقوله وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، في أن العبادة وأن التكليف التكاليف لا تسقط عن العبد ما دام حيا. يعني ما في منزلة أنت بتصلى التكليف يسقط عنك، تبقى قاعد في غرفة والناس يصلوا في المسجد يقولوا ده ولي صالح ومطبول له في محل 40 يوم يأكل في القرد قالوا مو عشان يبقى ولي صالح ده، طيب لأنه في محل في أوضة بيبنيها براو وشغل بتاع لخبة تزايد وشغل مخالف بدع وبلاوي ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك الزول ما بيصل درجة التكاليف بتسقط عنه أصلا، ما زي ما قال واحد اسمه محمود محمد طه بتاع الجمهوريين ده مؤلف الرسالة الثانية وإلى آخره، الناس بيصلوا وقاعد بيتوضأ وقاعد، يا زول قوم صلي، لا لا قال انتوا صلوا الصلاة الصورية دي صلوها انتوا، أنا وصلت قال اتصلت ووصلت بعد أنا ما علي صلاة، لأنه الله قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين، وأنا جاني اليقين بعد ده ما علي شنو صلاة ولا كذا ولا كذا. وهو اليقين قال ابن تيمية اليقين ما يشاهده العبد أو اليقين الذي يكون بعد الموت، أنت مجرد ما جاك الموت ده خلاص جاك اليقين بعد ده، الشيء كنت مؤمن به ومتيقن من صدقه مما جاءت به الأنبياء والرسل وجاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء ده بعد ده بتشوفه قدامك قاعدين. عشان كده رب العزة والجلال قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا شنو اليقين دل في سقر وقالوا حتى أتانا اليقين، هل معناه منزلة من الإيمان ودرجة ولا حتى أتانا اليقين معناه بعد خلاص مما متنا بعد شفنا شنو الأمر اليقين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو الزول عنده علم ومتيقن منه تماما كأنه شايف النار ده في الدنيا، ثم لترونها عين اليقين بعدين بيشوفوها قدامكم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فلذلك اليقين صح في منزل اسمها اليقين، لكن المنزلة دي ما معناه انت بعد التكاليف تسقط، ودي ما الجات في الآية، الجات في الآية ديك ديك اللي بيكون بعد الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لكن منزلة اليقين دي براء، كون الزول متيقن ده براء. والله قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا شنو يوقنون يوقنون. لكن كون تصل درجة اسم اليقين وبعد تكاليف تسقط ما في كلام زي ده في دين الله سبحانه وتعالى. اليقين ذاك ضد الشك الجا في الآيات، لكي مؤمن عنده يقين ما عنده شك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ما عندهم شك، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخر الآيات. لكن ده ما معناه خلاص بقول يقينين بالحق لا عبادة تسقط، وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس إيمانا ويقينا وأبعد الناس عن الشك والريب وأعظم الناس عبادة صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان يعبد الله حتى أدركه الموت لما جاء الموت، وآخر صلاة الله جالس
وكان في منزل زي ذي كان وصل الرسول عليه الصلاة والسلام. فده يوريك إنه قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، طالما أنا حي بصلي وبزكي. وعيسى عليه السلام بيجي يوم بيموت، لكن الآن ما مات، الآن حي عيسى عليه السلام في السماء الثانية، في السماء الثانية. قال ابن تيمية وفوقه من فوقه من الأنبياء، وإن كان هو أعلى في الدرجة من بعضهم لأنه من أولي العزم. قال لأن عيسى عليه السلام سينزل، فكان قريبا، فكان قريبا، فلذلك عيسى عليه السلام رفعه الله. وسيأتي يوم وينزل إلى الدنيا كما جاء في الأحاديث، كما في صحيح مسلم وفي غيره من الأحاديث، فينزل إلى الأرض ثم بعد ذلك يمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم بعد ذلك يموت. قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موته. لذلك هذا الذي رجحه أبو هريرة رضي الله عنه، والذي فهمه أصلا، الذي فهمه ولا يفهم خلافه الفهم الصحيح. وإنما عيسى عليه السلام رفعه الله، ثم بعد ذلك يأتي في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل عند المنارة البيضاء ويقتل المسيح الدجال والخنزير إلى آخره، ويكسر الصليب، ثم بعد ذلك ويصلي خلف المهدي المنتظر، ثم تأتي ريح فتقبض أرواح المؤمنين، ويموت عيسى عليه السلام ويفنى الجميع، ويبقى شرار الخلق وهم الذين تقوم عليهم الساعة، ثم يموتون، ثم تمكث الأرض ما شاء الله أن تمكث، ثم تقوم الساعة. فهذا هو أمر عيسى عليه السلام. فالناس فيه على ثلاثة أقسام، منهم من غلا في عيسى عليه السلام فجعله إلها مع الله تعالى وعبده وغلا فيه. بعضهم قال إن الله ثالث ثلاثة، وبعضهم قال المسيح ابن الله، وبعضهم قال المسيح هو الله. فهؤلاء كلهم كفار كما بين الله تعالى في كتابه، وهم غلاة. وبعضهم والطائفة الثانية هم الذين جفوا فيه حتى وصفوا أمه بالزنا وحاشاها عليها السلام، فهي المطهرة الصديقة ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وديل ديل بجنب ديل اليهود وديلك النصارى الغلاة. وأما المسلمون فأثبتوا له النبوة، وأثبتوا له أنه عبد لله سبحانه وتعالى، ونفوا أن يكون ربا مع الله تعالى، واعتقدوا ما أنزل الله على نبيه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأثبتوا أنه لم يمت ولم يصلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، شبه لهم، وأن الله سبحانه وتعالى رفعه كما قال بل رفعه الله إليه. دي مسألة. قوله وجعلني مباركا أينما كنت، البركة الزيادة، والبركة للزيادة أولا تكون من الله. أول فائدة تعرفها في البركة إنها من الله سبحانه وتعالى، ما من مخلوق، البركة دي من الله. حتى عيسى عليه السلام قال إني عبد الله، إني عبد الله آتاني، الآتاه منه الله، آتى عيسى عليه السلام، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الجعل عيسى عليه السلام نبيا منه،
الله سبحانه وتعالى وجعلني مباركا أينما كنت. فالذي جعله مباركا هو الله سبحانه وتعالى، فالبركة من الله. دي مسألة. البركة مرات بتكون في الأمكنة، في مكان يكون فيه بركة، كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فده مكان مبارك، ومن البركة بتاعته إنه الصلفي أفضل من الصلفي غيره زي ما في الأحاديث. وفي أزمنة مباركة، زمن مبارك، زمن فيه بركة، كما قال الله تعالى عن ليلة القدر في سورة الدخان إنا أنزلناه عن القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فرب العزة والجلال بيّن أن ليلة القدر التي نزل فيها القرآن أنها ليلة مباركة، مباركة. ولو دار تعرف بركتها أقرأ سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. دي الزيادة، دي البركة، خير من ألف شهر. تنزل الملائكة فيها والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فدي بركة في الأزمنة، وفي بركة في الأشخاص، في ناس فيهم بركة، في واحدين أنبياء واحدين غير أنبياء. أنبياء كما قال الله تعالى أصلا أي نبي فيه بركة، قال الله تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. إبراهيم عليه السلام بارك الله عليه وبارك على إسحاق، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ففيهم بركة الأنبياء، والرسول عليه الصلاة والسلام فيه بركة، كان يضع يده على الماء فينبع ويزيد، وهكذا يضع يده على الطعام أو يصنع الطعام كما في حديث جابر رضي الله عنه فيكفي العدد الكبير. ففيه صلى الله عليه وسلم البركة أو بركة. لكن السؤال، وفي غير في بركة الزول الصالح المستقيم بحق أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في البخاري لما أنزلت آية التيمم بسبب عائشة رضي الله عنها جاء في صحيح البخاري هذه بعض بركتكم يا آل أبي بكر. وذي فيهم بركة، لكن السؤال البركة بيشيلوها كيف؟ البركة بيشيلوها كيف؟ يعني المكان اللي فيه بركة تشيل فيه تراب، تشيل منه تراب؟ دي أهل بركة ده ما ياهو يا زول. وإلا أس الحرم ذاته ما خلوا تراب، بقوا ذاته سراميك، هتشيل كيف ذاته؟ دي تشيل لك جنة في الحرم، الناس قاعد تطوف انت شايل اللجنة دار تمرك تراب من تحت، ولا البركة كيف بيشيلوها؟ ولا تمشي تتمسح بالواطب تحت الحرم؟ ولا السؤال البركة تشيلها كيف؟ ده ما سؤال. البركة تعبد الله، مكان مبارك تمشي تعبد الله فيه، تصلي فيه، أجرك عظيم. لكن لو مشيت نمت في المحل داك نايم ولا قاعد والناس بيصلوا عليك ذنب، صلوا صلاة فريضة وانت قاعد عليك ذنب مع انك قاعد في محل مبارك. تمشي هناك تطوف تعبد الله تصلي إلى آخره في المكان ديك، مش تشيل تتبرك تتمسح، يعني يقولوا بركة يقولوا يتبرك، ده ما التبرك الصحيح. الليلة المباركة دي ليلة القدر، في ناس قالينها نور بس،
نور كذب وزبيه ماشي يقول لك والله نور وجايبين فيها نكات لوري بصل وما بصل يا أخي لوري بتاع شنو وانت وكت شغلة جاء فيها دعاء مستجاب لوري بصر بصل بلد ناقصة بصل وناقصة لواري شوف ده لياس في اللوري وفي في البصل شوف الأمة دي على قال هو قال لك الليلة دي ليلة القدر ما نور بس فهو بيجي كذي يمكن جارك بشاغل فيك ولا بطارية كذي شاغلك كذي ونام ما نور يا مسلم أفهم الموضوع ده دي ليلة كاملة الله قال سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي كلها كذي حتى مطلع الفجر لحد الفجر عشان كذي الزول في العشر الأواخر كل يوم بيقوم يصلي بالليل وبيدعو ده ما بجلي من ليلة القدر لأنه هي ما عشر دقائق ولا خمسة دقائق سلام هي حتى مطلع شنو الفجر طيب ليلة القدر دي واحد نام واحد قام يدعو يصلي فيها مش الثاني ده استفاد منها استفاد ده شال البركة ده استفاد من البركة وده النام ده في نفس الليلة نام استفاد ما استفاد انت قال بركة بس تنوم في الظلمة بتاعتها والبركة دي مش تلامسة هي البركة دي تعبد الله فيها دي البركة ذاتها دي البركة العبادة فيها أفضل من العبادة ألف شهر في ألف شهر لذلك دي مسألة يعني عظيمة جدا مسألة البركة وفهم البركة طيب الناس عرفنا الأرض ما بتبركوا بالتراب يشيلوه والليلة البركة بتاعتها الأرض تعبد الله فيها والليلة تعبد البركة بتاعتها تعبد الله في الليلة ديك وتسأل الله تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى طيب البشر البركة بتاعتهم تؤخذ كيف إن كانوا من الأنبياء والرسل فالبركة في أجسادهم كما أن البركة في أقوالهم وفي أفعالهم شكي بن عثيمين رحمه الله قال أم سلمة رضي الله عنها كانت لها شعارات من النبي صلى الله عليه وسلم في شرحه لرياض الصالحين تضعها على ماء فإذا جاء المريض سقته دي فيها بركة من جسد الرسول عليه الصلاة والسلام ده ما فيه إشكال ولا أنكرناه نحن ولا أنكرناه لكن هسي وين شعر الرسول عليه الصلاة والسلام ما في اللي بيجيبوها في الواتساب ولا ده كضيب زايا جايبين لهم شوب من محل بتاعت نعلات في سوق ليبيا ولا في محل ما بعرف لقطهم وين قالوا ده شوب الرسول عليه الصلاة والسلام شوب نظيف ومورنش قالوا شوب الرسول عليه الصلاة والسلام وجايبين لهم سيف مزخرف وعامل كيف قالوا ده سيف الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد لاسي ياخذ كذب ساي ولفود وران ساي والدرانة انه ده صدق شنو ده كذب ساي يزول الصلبط بجنبه ده كذب ما انزل الله به من سلطان كما قال بعض علماء المدينة لم يثبت هذا لا يثبت الآن لا يثبت ماف شكاي الشيخ سليمان الرحيلي لما سألوه في الحرم المدني قالوا التبرك بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر العاطفة وذكر العقل وذكر الشرع إلى آخره وذكر المسألة وفصل قال لكن يا جماعة احنا الآن بنقول وين آثار الرسول عليه الصلاة والسلام الكلام ده جنب المسجد جوا المسجد بيدرس جوا المسجد النبوي وجنبه جنب الغرفة اللي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام جنبه كذي أشر على المسجد قال لهم وينه هسه يا جماعة شايفين الشيء ده سيراميك ده قال لهم جاي من بر ما من هنا ما من جوا المسجد والحياة دي كلها قال لهم جديدة صح هاي ده البنيان ده محله لكن الحياة دي كلها حتى الأرض حتى الفرش حتى الأرض والسيراميك وإلى آخره والمراوح والحياة دي كلها جديدة وين ذات آثار الرسول عليه الصلاة والسلام وهل يفهم من هذا إنه يتبرك بالتراب اللي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا أثر بتاعه صلى الله عليه وسلم أثر شعر تفاف إلى آخره وين الآن ماف لذلك دي مسألة انتهت نحن لا ننكرها إذا وجد لكن ما موجود الآن
أما التبرك بالصالحين فأن يستفيد العبد من كلماتهم ومن أخلاقهم، لا أن يتبرك بأجسادهم. مش يقولوا صالح يتفتف للزول وده يشرب، ولا يتفلف عينه وده يشرب، أو تفلف عينه يبقى كويس زي الرسول عليه الصلاة والسلام مع منه، مع عمر، مع علي بن أبي طالب، بصق على وجهه أو نفث على وجهه رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال ابن باز: والدليل على أنه لا يتبرك بمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي في البخاري: هذه بعض بركتكم يا آل أبي بكر ثبتت لهم البركة. قال ابن باز: ولم يثبت عن أحد، أي من الأوائل صحابة التابعين إلى آخره، أن أحدهم تبرك بأبي بكر أو ببعض آل أبي بكر، ما في من جسده، ما في، مع أنه فيهم بركة، لكن ما في زول يتبرك بجسمه، ما في. فدل على أنه لا يتبرك بالصالح. أما الأنبياء ده الأمر آخر، لأنه ذيك ثابتة بالنص، ولأنه مسألة التبرك دي عندها علاقة بالعقيدة، وعندها علاقة بالعبادة والمعتقد، لأنه البركة من الله سبحانه وتعالى، والعبادة توقيفية لا تكون إلا بدليل، لا تكون إلا بدليل. ما في دليل واحد إنه رجل يتبرك بجسده بعد الأنبياء. وأما شأن الأنبياء فسبق الكلام حوله، دي مسألة مفروغ منها. فأسي لو زول قال لك فلان فيه بركة، فكيه أرح نتبرك بمويته، ولا يتوضى نتبرك بمويت الوضو، ولا الزول اللي تفتف لنا هنا نشرب مويته، يتفتف زاي ولا بيقرأ قرآن، كان بيقرأ قرآن وبينفث. دي مسألة بعض العلماء اجتهد، يعني استدل عليه فيها، استدل لها بأذكار النوم التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وينفث على يديه ويمسح وجهه. لكن كونه براه كذا يبزغ لك في وشك، ولا يقول لك ده فيه بركة تعالوا يتمسحوا به، وماسكين يده بركة يا شيخ فلان وبركاتك، وكذا شرب لنا من المويه دي باقية بكون فيها بركة، وده كله ما أنزل الله به من سلطان. البركة دي بدليل زول ببارك له في عمره، في وقت بسيط ببلغ شيء كثير، وفي وقت بسيط بيتعلم شيء كثير، غيره بيحتاج فيه زمن طويل، بيحتاج إلى زمن طويل. فهذه هي البركة باختصار. أما قوله وجعلني مباركا أينما كنت، قال مجاهد رحمه الله تعالى من التابعين، قال كما في كتاب العلم لأبي خيثم النسائي بتحقيق الألباني، قال وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، معلما للخير. فذي البركة في العمر، الله يبارك لك في عمرك، اجعلك أينما كنت تبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى وتنشر الخير، هذا من أعظم البركة. مشيت مسجد تمسك ميكروفون ولا من غير ميكروفون تتكلم في الدين، لقيت فرصة في نادي تديهم في الدين، في سوق تبلغهم، في مدرسة الله فتح لك شغلك أستاذ ولا كذي طوال يتبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى. يعني بتدرس رياضيات تديهم دعوة رياضيات، الخط المستقيم ومجموعة من النقاط متصلة وإلى آخره، توريهم طوالي وأن هذا صراطي مستقيم ماشي طوالي، جغرافيا تدخل فيها توحيد طوالي، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال، ما من الجغرافيا الجبال ذاتها توريهم، الجبال كيف نصبت وألقى في الأرض رواسية، طوالي تقول لهم جغرافيا، طبعا دي جبال وفي ضاب، والجبال دي بتثبت الأرض، ما في أولياء بثبتوا الأرض أو تاد الأرض في الجبل الأربعة، وتجيب لهم طوالي التوحيد تدخل وترد على القوم طوالي في الجغرافيا. جي خشيت في درست أحياء توريهم الكذب بتاع الجماعة ذلك، الإنسان بدايته قرد، يعني نحن جدنا قرد، يعني نحن في أولاد القرد، يعني كذب زايا زول ديل القرود ديل ناس معينين، ما كل القرود، يعني في ناس معينين مسخوا لقرود
وانتهى امره، انت ما في شيء، كما في سوره الاعراف توريهم الانسان ده بدا بادم عليه السلام، وتذكر لهم الاستدلالات والادله الى اخره. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الى اخره، وتذكر الادله من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم والى اخره، وتبين وان ادم كان على التوحيد عليه السلام، وذريته كانوا على التوحيد 10 قرون. بعد ذاك حصل الغلو في الصالحين كما في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر إلى آخره، تبين للناس التوحيد في أي مجال. درست الناس، درستهم تاريخ، تبدأ لهم التاريخ الأول، دخل العقيدة أي مادة، لغة عربية تبين لهم لا إله إلا الله نفي واستثناء وهذا يفيد الحصر، دخل التوحيد. ففي كل مكان تكون مباركا بأن تنشر دعوة الله سبحانه وتعالى. فإذا مت نلت من الأجر العظيم، ما لو مكثت في الأرض تعبد الله بغير الدعوة لم تنل هذا الأجر. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. في ناس برواية إذا مات ابن آدم، في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال ابن عثيمين: أما الصدقة الجارية فيأتي عليها يوم وتنتهي. سوت لك سهريج صدقة جارية بعد كم سنة 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 كم سنة عداك بصدي بينتهي بغيروه. سوت لك مستوصف صدقة جارية بيوم يتكسر بيسلطوا فيه ناس بيسلبطوا فيه. المهم قال: والولد يموت، ولد الصالح بيموت. قال: الذي يبقى العلم. شفت العلم ده؟ قل بيبقى تصدق مع الله سبحانه وتعالى، تساهر تتعلم تحفظ تجتهد. والله أنا أتعجب في ناس كتار جدا، واحد تلقى شغله من الصباح للظهر، تاني من الظهر ليه بكرة الصبح وبعد الصبح فاضي، وعدي سنة سنتين 3 10 20 لما نخش القبر ما يحفظ القرآن. إذا ما فوت على نفسه خير كثير، لو الزول في اليوم يا أخي بيحفظ نص صفحة، ما بيحفظ كتاب الله إن شاء الله 4 سنة ما بيحفظه، كل يوم يحفظ حتى يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ويحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما استطاع من السنة وما وفق، فيجتهد في طلب العلم ويبلغه للناس. هذه هي البركة. يا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. بلغت زول وانت قال لك الزول لا سمع كلامك ومشى طبق الشيء اللي قلت له، الله بديك أجر زي ما بديه هو أجر. وتاني بلغت ذاك وبلغت ذا وذا وذا وذا، شوف الأجر العظيم اللي بتلقاه. شوف أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم على يد عثمان بن عفان، تاني أي حسنة يعمل عثمان بن عفان في ميزان أبي بكر الصديق، وعين عثمان رضي الله عنه مثلها. أسلم على يده طلحة بن عبيد الله، وأسلم على يده الزبير ابن العوام، وأسلم على يده عبد الرحمن بن عوف. ده البراون 4 من 10 المبشرين بالجنة كلهم أسلموا على يد من أبو بكر الصديق. ده ما أجر عظيم؟ الآن ناس كتار، الزول علم البخاري، علموا الأحاديث أو جزء كبير من الأحاديث. شوف الكتب الكتبة، شوف صحيح البخاري غير من الكتب الأدب المفرد إلى آخره.
خلي الادم بس صحيح البخاري. فالاجر العظيم ابو هريره اي حديث يرويه شوف الاجر اللي بيلقاه. وده كله في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، وكله راجع الى الله سبحانه وتعالى، الفضل منه اولا واخرا. فعشان كي تتبلغ دعوه الله تعالى، عيسى عليه السلام قال: وجعلني مباركا اينما كنت، رفعه الله وهو ابن 33 سنة، يعني في ريعان الشباب، وجعل خلفه أمة كاملة، أمة كاملة اهتدوا على يده، بعضهم ضل، هؤلاء الذين كانوا في زمنه قبل أن يرفع، أحبار ورهبان وعباد إلى آخره. وشوف الحسنات اللي بتجيه يوم القيامة. وبعد أن رفعه الله تعالى ومكثت الأرض ما شاء الله أن تمكث إلى يوم الناس هذا، إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، أي زول نصراني وماسك الحق الجبيه وعيسى عليه السلام، دي حسنات تجيه يوم القيامة، إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، بعد بعثته فإنه لا يجوز لأحد أن يتبع غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع غير دينه فهو كافر، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لا يقول أنا تابع لعيسى عليه السلام، كذاب، كان يتبعه في أنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، كان يثبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ورب العزة والجلال يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده، وفي رواية: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أو من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام مع هذا العمر القليل قبل أن يرفع، جعل الله على يديه الخير الكثير، مصداقا لقوله: وجعلني مباركا أينما كنت. فإنت في الدنيا دي ما تبقى زي عوام الناس، ناس الآن همهم بس يأكل يشرب، ويقول لك: والله يا أخي الأيام دي الغلة، وبعد ذاك الأولاد كيف، والمدارس والكهرباء والموية، وده المواضيع ما عنده موضوع غير كده، تقعد معه ساعتين ثلاثة بس يا ده موضوع، والله شغلة زاد، وتعرف حق نحولها نشتغل بالكسرة دي، ولا ما بعرف العصيدة وإلى القراصة، والشغلة دي بقت صعبة، والصف بتاع على إيش حار شديد، والمسألة إلى آخره، بس ده موضوع، بس موضوع أكل، واحد تاني موضوع بس كورة، ناس ما عندهم موضوع كورة بس، هلال ومريخ وبرشلونة وريال مدريد وغلبناكم وغلبتونا ونحن جينا وانتوا جيتوا وهؤلاء الناس وكذا، بس موضوع ده كورة بس. واحدين تانيين سياسة، تلقى 30 سنة يتكلم في السياسة، ولده عسكري ذاته خليه يبقى رئيس عسكري ذاته ما تمام، ولا وكيل عريف، كلها رغبة تساي، وهذه وكان ده بقى وزير وكان نحن مسكناه، وكان لما نموت يمسك القبر ده بس ما عنده شيء، كلها لخبة زاي. انت ما تبقى زي ديل، شغلتهم كلها تحت فوق الارض دي بس، دنيا بس هنا. انت ارمي قدام، ادعو الناس الى الله تعالى، خش المساجد بلغ دعوة الله في كل مكان، لو لقيت طفل بلغ الدعوة، قد تقول كلمة كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لا تجد أثرها في الدنيا. قد انت تقول لك كلام انت ما تشوف، تبلغ الدعوة وأثر الدعوة ما تشوف في الدنيا، بعد تموت الناس يستفيد من العلم بتاعه. أمش أقرأ الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى، أقرأ المقدمة اللي كتبها عبد القاسم
عبد الرحمن عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي، وكتبها ابنه محمد ابن عبد الرحمن. شوف النازل الفتاوى جمعوها كيف، 37 مجلد، فيها مجلدين، مجلدان دل فهارس بس، فهرس بس دل الآخرات دل 35 مجلد. عم يشوف جمعوها كيف، زول مسجون قريب 13 سنة ويكتب في الحيطة، ويجوا الناس يشيلوا كتابته ويحفظوها. في بعض التراجم في غير كلام هذين الشيخين عبد الرحمن بن قاسم وفي غير كلام محمد بن قاسم، يجي المزي يعاين للحيطة كذي يقول لهم خلاص دي حفظتها امسحوها البعادها، يمشي برا يكتبها كرر فتاوى. قال محمد بن عبد الرحمن قال جمع أبي مجموعة من الفتاوى قبل ما يطبعوها، قال جماعة من البلد الفلاني وذكر دول يسافر يمشي مكتبة كذا ومكتبة كذا، لقاها متفرقة. قال ثم أصابه المرض فذهبنا به إلى الدولة الفلانية. قال وبينما هو في المستشفى دخلت بعض المكتبات فوجدت مجلدين من الفتاوى في وسط مجلدات مطبوعة أو في وسط مجلدات، فأتيت فأخبرته وهو مريض ففرحنا بهذا. تاني مشى دولة ومشى 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 وجمعوها في النهاية متفرقة. ده مات الله نشر علمه بعد مات وحورب في حياته. لذلك وغيره ده كمثال، غيره ناس كتار قد تقول كلمة في مجلس وانت تستهين بها والله ينشرها في الآفاق. وأهم شيء يجعل الله لك فيه البركة في دعوتك أن تبلغ دعوة التوحيد. في ناس كتار يتعلموا لكن في النهاية دعوة انتهت، لم يبارك لهم في دعوتهم. إن كانت الدعوة هي واحدة هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من عند ربه سبحانه وتعالى، لكن بعض الناس اندثر علمه الذي نشره هو، والسبب إما لضعف الإخلاص وإما لعدم سلوكه طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق إخوانه من الأنبياء والرسل، وهو دعوة الناس إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن الأمثلة على أن بعض الناس بورك لهم في دعوتهم ممن دعوا إلى التوحيد ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره لسورة البروج من رواية صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ملكا من الملوك في من كان قبلنا قبل هذه الأمة، وهذا الملك له جليس أعمى يجالسه وهو أعمى، وله ساحر، فكبر الساحر وكان يدعي هذا الملك يدعي الربوبية، يدعي أنه رب وأن الواجب أن يعبد. فكبر هذا الساحر فقال للملك إني كبرت فأتني بغلام أعلمه السحر، فأتاه بغلام، فكان الغلام يأتي إلى الساحر ليعلمه السحر، وفي طريقه يمر براهب عابد، وكان وقتها هذا الراهب على الحق قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدخل على الراهب ويرى عبادته فتعجبه هذه العبادة، ويأتي الساحر ليعلمه السحر ليكون خليفة له. فمر ذات يوم بالطريق
فوجد دابة عظيمة، دابة اعترضت الناس، فقال: اليوم أعرف إن كان الساحر على حق أو الراهب. فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فرماها فقتلت، فعلم أن الراهب خير من الساحر. فجاء إلى الراهب فأخبره فقال: أي بني، اليوم أنت خير مني، صرت مستجاب الدعاء. فلا تخبر بي. فذهب الغلام وانتشر أمره بين الناس، فعلم به جليس الملك الأعمى، فقال له للغلام: اشفني. قال: إنما يشفي الله، فإن أردت أن تشفى دعوت الله فشفاك. قال: فادعه. قال: لا، حتى تؤمن. قال: آمنت بالله. فدعا الله فشفاه، فرد الله إليه بصره. فأتى الملك فتعجب منه، قال: من رد عليك بصرك؟ قال: الله. قال: أوتعبد إلها غيري؟ قال: ربي وربك الله. فما زال به حتى دل على الغلام، فأتي بالغلام. فما زال به الملك حتى دل على الراهب، فأتي بالراهب. فحفر للجليس، حفرت له حفرة فوضع فيها، ثم جاء بالمنشار على يرجع عن دينه أو يقتل، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه شقين. ثم قال للراهب: ترجع عن دينك، فأبى، ففعل به ما فعل بالجليس. ثم قال للغلام: ترجع عن دينك، فأبى. فأمر بعض جنوده أن يأخذوه إلى جبل، قال: اذهبوا به إلى الجبل، فإذا ارتقيتم صعدتم الجبل، فإذا كنتم في ذروة الجبل أو ذروة الجبل فألقوه، إن لم يعد، يعني إن لم يترك دينه. فذهبوا، فلما صعدوا به الجبل قال: اللهم اكفينيهم بما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتزلزل الجبل تحرك، فسقطوا، وأتى يمشي على قدميه. قال: أين أصحابي؟ قال: كفانيهم الله. فأمر بعض جنوده فحملوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، على قرقور، والقرقور أي السفينة الصغيرة، مركب يعني. فذهبوا به، فلما انتصفوا البحر قال: اللهم اكفينيهم بما شئت. قال: فانكفأت، فغرقوا، ثم جاء يتعلق على خشبة، أو جاء إلى أن وصل إلى الملك. قال: أين أصحابي؟ قال: كفانيهم الله. فتعجب الملك وصابته الحيرة، قال: ما أنت بقاتلي حتى تفعل ما أقول لك. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني، ثم تأتي بسهم من كنانتي فتضعه على القوس وتقول: بسم الله رب الغلام، فإن فعلت قتلتني وإلا فلا. بس قال: لا تقتلني، تلم الناس كلها، ترفعني فوق، قال الناس شايفني، وتشيل السهم تحطه في القوس من الشاب وتقول: بسم الله رب الغلام، بعد ذاك بتقدر تقتلني. ففعل، فجمع الناس في صعيد واحد. طبعا الناس عارف الاخبار، عارف ديل وديل و الى اخره، الاخبار من الناس طبعا عارفوا الاخبار. قام لما عمل الكلام ده قال: فوضع السهم على القوس، كبد القوس،
ثم قال بسم الله يا رب الغلام، قال فوقع السهم في صدغه فمات. صدغ العظم الذي بين العين والأذن، فمات أو هذا المكان فمات. فقال الناس آمنا بالله رب الغلام، قالوا والله آمنا بالله رب الغلام، لأن نزول لبراه قبل ما قدر عليه إلا استعان برب الغلام، قال بسم الله رب الغلام. فأسلم الناس. فقال بعضهم للملك قد حدث والله ما كنت تحذر. آمن الناس، فأمر بالأخاديد فخدت، شقوا الأخاديد وأوقدوا عليها النار. فكان يأتي بالرجل وبالمرأة على أن يرجع أو ترجع عن دينها أو دينه، فيأبى أو تأبى فيلقيهم في النار، في النار. حتى جاءت امرأة وهي تحمل طفلا صغيرا، فلما أراد أن يلقيها في النار نظرت إلى طفلها فتقاعست، أي أرادت أن ترجع لكن لا تريد الرجوع عن دينها، تريد أن ترجع بعيدا عن النار. فأنطق الله الغلام فقال يا أمّا اصبري إنك على الحق، فصبرت فأدخلوا النار، أدخلوا نار الدنيا. لذلك قال تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد إلى آخر الآية. فذل في النهاية مصير، طالما آمنوا مصيرهم إلى الجنة. فالقصة دي التي في صحيح مسلم والتي ذكرناها بمعناها خلاصة فوائدها، وإن كان فوائدها كثيرة لكن ذكرناها هنا لأن هذا الغلام بلغ الدعوة، وإنما انتشرت الدعوة بعد شنو؟ بعد وفاته، فبورك له في دعوته. فإنت تبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى، ولا يفهم من هذا يعني أن يقتل الإنسان نفسه من أجل أن يسلم الناس من غير ضرورة. ضرورة دي زي الجهاد، تمشي جهاد تكاتل لتنشر الإسلام، ده ما أصلا دين، أصلا ده دين، أصلا دين. لكن ما معناه تمشي شلك حاجة وتقول أنا وكذي وعشان الناس تسلم، لا ما بجوز تنتحر. ولا الغلام انتحر، لأن الغلام هو ضرب الملك، ضرب الملك في النهاية. ففي النهاية وهذا شرع من قبلنا وشرع لنا إن لم يخالف شرعنا، فإن خالف شرعنا ليس بشرع لنا، ما خالف الشرع يعني. فلذلك الموضوع طويل جدا، فالناس تبلغ دعوة الله تعالى وتنشر هذا الدين بين الخلق، والكلام يطول، نكتفي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم.